شيك راقي غزال لذيذ اقتصادي وكبير من الحجم العائلي لعشرة ديال الأشخاص. تقديم جد بسيط سهل، بإمكانكم توجدوا كاملين في البيوت ديالكم للمناسبات والعزومات الكبيرة، العزومات العائلية بإمكانه يترافق مع ان غران بلاطو دو فروي. تابعوا الفيديو حتى الاخر وان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تحرمونيش من لايكاتكم واشتراكاتكم. فرجة ممتعة. السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحة والعافية. عواشر مبروكة. اليوم جبت لكم واحد التحلية اللي تقدروا تصوبوها في نهار العيد، تبهروا بها ضيوفكم وحبابكم. هو تشيز كيك بدون فرن. الطريقة سهلة والمكونات يعني كتكون موجودة في كل بيت، سهل بأنكم توجدوها، تقدروا تلقاوها غير عند مول الحانوت، ما تحتاجيش تمشي للسوبر مارشي. المهم بالنسبة للبسكوي كتاخدي أي بسكوي بغيتي، أنا عندي هذا ولكن ما كافيش، وغادي نزيد هذا البسكوي هذا ديال سميتو ديال تيراميسو، كنسميو لا بسكوي شامبان او لا بسكوي لا بيتيت كويير ولا بسكوي بودوا، كل واحد وشنو كيسميه. المهم هذا البسكوي واللي كاين عندي هو الموجود، اولا بامكانكم تشرو نتوما صابلي ديال درهم. كتاخذوا الكميه اللي بغيتو على حسب لي بيسور اللي بغيتو. هادو انا عندي كافيين. غادي بالنسبه للبسكوي غناخد هذا البسكوي، والزبده كناخذو هنا تقريبا عندي تقريبا 100 غرام، كناخذو 100 غرام ديال الزبده غادي نذوبوها. هذه بالنسبه للطبقه الاولى. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو 6 ديال المثلثات ديال الفرماج، 6 كما كتشوفوا، وغادي نحتاجو واحد ساشية تاع الفاني، ياوت منكه بالفاني، وغادي ناخد نص حك ديال الجبلي. بامكانكم تستغناو على الياوغت وديروا حك تاع الجبني، كيف بامكانكم تستغناو على الجبلي وتعوضوه بجوج ديال الياوغت. غادي نحتاجو نص سيترو ديال الحليب يكون بارد، باكيه ديال لا شونتيي، باكية ديال هذا الحليب المجفف، غادي نحتاجو 4 اوراق ديال الجيلاتين فقط. بالنسبه للسكر سنيده اختياري، لان لا شونتيي كتكون حلوه. الا ما كانش عندكم لا شونتيي بودره بامكانكم تستعملوا لا شونتيي اولا الكريمه السائله وديروا عليها نص كاس ديال السكر سنيده. عندكم هذه البودره، هذه البودره اصلا كتكون حلوه، كتحيدوا السنيده. نتمنى يكون كلشي واضح. غادي نبداو بالطبقه الاولى وهي البسكوي. غادي نطحنوا البسكوي ديالنا على بركة الله. ثم كيبقى لكم الاختيار، بامكانكم ديروا سبيكيلوز، بامكانكم ديروا اي بسكوي بغيتو، هادشي كيبقى اختياري. غادي نطحنوا البسكوي ونتلاقى معكم. القرفه زدتها كتبقى اختياريه، وساشيت الفاني زدتو كيبقى اختياري،
يعني بامكانكم تستغناو عليهم. غادي نبداو دابا على بركه الله ناخذوا هذا السر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الجيلاتين وما عندهمش لا شونتيي، راه بامكانك تصاوبي. غادي تشدي جوج كيسان ديال الياغورت، ساشيه ديال الحليب بودره، زائد 8 ديال المثلثات اولا المربعات ديال الفرماج، وكتخدمي هادشي مزيان اكيد غادي يعطيك الكريمه كميه اقل. بامكانك تضعفي الكميه او كتضيفي حك ديال جبلي، زائد جوج كيسان ديال دانون فاني اولا اي نسمة بغيتي، زائد هاد الحليب المجفف و8 ديال الجبن، وكتطربيهم مزيان، وكتكون عندك بهذه الطريقه كريمه بدون جيلاتين وبدون كريمه سائله او كريمه ديال الخفق. غادي كي قلت لكم انا راه فزكت الجيلاتين اوراق الجيلاتين، وذوبتهم مزيان بالمعلقة. وغادي نضيفهم للخليط ديالنا مع التطري باش يندمج. بالنسبة للمول كيما شفتوا انا راه بدلته درت مول اكبر لانه البسكوي جاني شوية طالع، هكا جاني افضل. وهذا راه حجم عائلي البنات، هو شد مزيان. وغادي نقول الكريمه ديالنا ها هي كما كتشوفوا، وغادي نبداو نسكبوها على بركه الله. هذا راه ديسير ديال عشرات الاشخاص فما فوق، هذا راه ديسير عائلي.
وهذا هو التشيز كيك ديالنا، ما كندخلوش المجمد وانما كندخلو للثلاجه، كنخلوه لمده ديال 4 ديال السوايع حتى الكريمه كتشد مزيان. عاد من بعد كنزيدو واحد الكلاصاج اللي هو خفيف، خليت انايا المساحه ديالو كما كتشوفوا راه ما معمرش حتى للفوق. فين نزيد داك الكلاصاج الخفيف او لا كولي دو فخبي ولا اي حاجه، المهم خليت البلاصه نديرو في الثلاجه حتى يشد مزيان ونتلاقاو من بعد. نتمنى تكون هاد الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، هو ديك عائلي كبير من حجم كبير ديال 10 ديال الناس فما فوق. ما تحرمونيش من لايكاتكم اشتراكاتكم بارطاجيو، واللي ما ابونيش يتابونا يتابونا، مرحبا بكم والف مرحبا، هذه قناتكم ونتمنى دائما نكون في المستوى. حبايبي هذا فصل الصيف ان شاء الله ترقبوا مني وصفات ولي سلطات ولي صوص وبزاف بزاف بزاف الامور كتعلق بهذا الفصل ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله، وكما وعدتكم راه كل يومين ثلاث ايام غادي نحط لكم فيديو جديد لي يواتيكم ويناسبكم ويناسب حتى الامكانيات ديالكم، يكون على قد الجيب.